أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. بغداد تقنع طهران باستئناف ضخ الغاز وتأييد خطة لتقويض الفصائل. الموازنة العراقية تتضمن استقطاعات مجحفة وضرائب ورسوما على الخدمات. قرار بتمديد حالة التأهب الأمني في بغداد إلى 20 من الشهر المقبل. مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية على سوريا. التوتر بين السودان وإثيوبيا يتصاعد على الحدود رغم مساعي التهدئة. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت الأربعاء على إلغاء اعتراض ترامب على قانون الدفاع. بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة. التهديدات التي وجهتها ميليشيا حزب الله للكاظمي كانت حركة استعراضية أرادت تلك الميليشيا الموالية لإيران أن تستفز واشنطن بعد أن كشفت الحكومة عن الجهة المسؤولة عن قصف السفارة الأمريكية. فاروق يوسف يرى في موقع ميدل إيست أونلاين أن ما حدث في شوارع بغداد قبل أيام كان عبارة عن تمرين على التحدي فشلت إيران في البقاء فيه حتى النهاية، فبمجرد أن وصلتها إشارات غاضبة من واشنطن تراجعت واعترفت أنها بعثت إلى واشنطن رسالة توضيحية. الرسالة الإيرانية التوضيحية لم يعد مضمونها سرياً، فقد تملصت إيران من خلال بيان رسمي من مسؤوليتها عن القصف وأدانته، كما أنها بدت غير مرتاحة لما حدث من تداعيات بعده. هذه هي المرة الأولى التي تقوم إيران بمثل تلك المبادرة، وهو ما يؤكد أنها حاولت أن تستبق الأحداث بعد أن صار عليها أن تستقبل وفداً عراقياً لم تكن زيارته تتضمن إلا سطراً أمريكياً واحداً: اضبطوا حركة أتباعكم وإلا ستدفعون الثمن. كان ترامب قد خص إيران بجمل نارية، لكن حدث ذلك قبل وقوع التطورات الأخيرة في بغداد والتي بدت إيران من خلالها وكأنها تستعرض عضلاتها في وجه الولايات المتحدة. شعرت إيران أن شعرة ربما تنقطع لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقة بالولايات المتحدة عنوانها الحرب، لذلك سارعت إلى إرسال رسالة براءتها، وهي التي حرصت طوال الأوقات الماضية على التصريح بأنها مستعدة لخوض حرب مدمرة ضد الولايات المتحدة. في الحقيقة فإن إيران تكذب في كل ما تقوله عن حربها ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل، يمكنها أن تحارب خارج حدودها ومن خلال عملائها، ذلك صحيح ومؤكد، غير أنها لن تعرض نفسها لتجربة حرب ستقضي عليها حتماً. الكاتب يقول إن ما يروج له أتباع إيران في المنطقة محض أكاذيب، ليست إيران قادرة على تنفيذ تهديدات جنرالاتها، فبإشارة واحدة من ترامب جعلتها تجنح للسلام وتتخلى عن عصائبها وحزب الله الذي زرعته في العراق. وإذا ما اشتد العصف الأمريكي فإن إيران مستعدة لشراء رضا إسرائيل طمعا في استرضاء الشيطان الأكبر. هناك عوامل فاعلة قاهرة جعلت السنة العراقية الموشكة على الرحيل تعيسة، وأول هذه العوامل الثابتة أن إيران ممسكة بكل مفاصل الدولة، صغيرها قبل كبيرها، لأسبابها وضروراتها العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والدينية والطائفية والقومية. هذا ما أشار إليه إبراهيم الزبيدي في مقال له بصحيفة العرب اللندنية. لقد كانت الجائحة أقل الكوارث التي أنقضت بها السنة الراحلة ظهر الشعب العراقي المسكين، فقد أفاق العراقيون في مطلعها على خبر قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس،
وانتثار أشلائهما على أرض مطار العاصمة. ورغم فداحة الحدث، فقد أمل عراقيون كثيرون بأن تكون هذه القارعة لنظام الولي الفقيه جرة أذن نافعة تجعله يفيق من سباته فيصبح أقل دموية وإرهابا واختلاسا في العراق، ولكنها كما يبدو أشعلت جنونه إلى أبعد حد، وأمر وكلاءه العراقيين بالاختباء في الظلام وبين الأحراش والخرائب المنسية والانتقام من مبنى سفارة الولايات المتحدة وبعض معسكراتها بصواريخ خائبة تسقط على منازل العراقيين الآمنين فتقتل أطفالهم وتحرق منازلهم، ولا يخافون ولا يستحون. ومنذ تسلمه مهام رئاسة الوزراء وحتى كتابة هذه المقالة لم يتوقف الكاظمي عن أن يعد بشيء ثم يفعل ما يبطله، يشتم السلاح المنفلت ثم يزور مقر السلاح المنفلت ويرتدي ثيابه ويعده بقطع اليد التي تمتد إليه بسوء، ويهاجم الفاسدين ويقرر استعادة أموال الدولة التي سرقوها، ثم يواظب على زيارة كبارهم لتبادل الرأي والمشورة، ولا يمس أموالهم بسوء، بل يرضخ لوزير ماليته ويأمر بخفض قيمة الدينار ويقسم ظهور الملايين. ويختتم الكاتب بالقول إن الأمر لا يحتاج إلى عالم فلكي لكي يتنبأ للعراقيين بأن عامهم الجديد لن يكون بأفضل من الذي مر، وربما الأكثر جوعاً وفوضى وفساداً إلا بأن تخرج منه إيران، ولكن القوة الوحيدة القادرة على إخراجها هي الولايات المتحدة. قبيل مغادرته البيت الأبيض أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً عن أربعة من عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية أدينوا بقتل 14 عراقياً في مجزرة بشعة ارتكبوها في 16 من أيلول عام 2007 في ساحة النسور. مثنى عبد الله يقول في صحيفة القدس العربي إنه إذا كان عار السلطات الأمريكية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يتضح بشكل جلي في هذه القضية الإنسانية، فإن عار السلطات العراقية الثلاث أدهى وأكبر. اقرأوا بيان وزارة الخارجية العراقية وتمعنوا في كلماته جيدا لتجدوا حتى الكلمات التي لا معنى لها بات الناس يستهجنونها من كثرة الترديد من دون فعل، مثل نندد ونستنكر وندين ونرفض، لن تجدوها في البيان. فقط ستعمل وزارة الخارجية العراقية على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في القرار. قارنوا لهجة هذا البيان بالبيانين الصادرين عن الوزارة العراقية نفسها بخصوص مقتل قائد فيلق القدس الإيراني ومقتل العالم النووي الإيراني فخري زادة، ستكتشفون الفرق الشاسع بين الموقفين. ولمزيد من الإيضاح، شاهدوا عبر اليوتيوب صرخات النواب في البرلمان العراقي المنددة بمقتل سليماني وقرارهم بطرد القوات الأمريكية من العراق وضرب السفارة الأمريكية بالصواريخ يومياً رداً على مقتله. لكن لا تتحيروا ولا تصيبكم الدهشة من هذا الموقف، صحيح أن من قتلوا في ساحة النسور عراقيون، لكن العفو عن قاتلهم لا يستدعي ذهولاً ولا ضجة، فهم في عقل الطغمة الحاكمة في بغداد ربما مجرد بدون لا يمتون للعراق بصلة، ولا يستدعي الأمر قلق السلطات الحاكمة إن تعرضوا للقتل، فالسلطات نفسها تقتلهم وتعتقلهم وتغيبهم يومياً. الكاتب يضيف أنه واهم من يظن أن هنالك شركة أمنية أمريكية واحدة تسببت بقتل عراقيين، فقد عرف العراقيون عشرات شركات شكلتها الميليشيات العراقية كانت وما زالت تقتل وتخطف متعمدة على أصول الدولة المادية والمعنوية من سيارات وأموال وعناصر وأسلحة وقضاء أعمى وأصم وأبكم، كما شاركت طواقم العملية السياسية جميعها في قتل العراقيين، بعضهم بيده وآخرون بألسنتهم وفريق ثالث بقلوبهم. بتفاقم جائحة كورونا التي شهدت أرقاما قياسية كبيرة خلال الأسابيع الماضية، فقد داهمت العراق جائحة جديدة لا تقل خطرا عن جائحة كورونا، ألا وهي
جائحة الدينار، فقد بدأ البنك المركزي تطبيق السعر المنخفض للدولار البالغ 1450 دينارا عوضا عن السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا. عبد الحسين شعبان يرى في صحيفة الخليج الإماراتية أن الحكومة عمدت إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد عجزها لشهرين متتاليين عن دفع رواتب الموظفين. على الرغم من أن الحكومة تقول إنها اتخذت هذه القرارات الصعبة، لكنها من أجل تصحيح الأوضاع بتبرير أن التأسيس كان خاطئاً للنظام السياسي والاجتماعي المهدد بالانهيار بالكامل، فإما الفوضى العارمة وإما عملية قيصرية للإصلاح، كما ورد على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن قرار خفض سعر الدينار يضيف عبئاً إضافياً على الاقتصاد العراقي المتهالك أصلاً، إذ سيسبب موجات تضخم اقتصادي جديدة بتراجع مستوى الدخل في العراق بنسبة 22.5%، ولأن الاقتصاد العراقي في مجمله هو اقتصاد استهلاكي يقوم على الاستيراد، فستكون نتائج خفض سعر العملة المحلية فادحة وبالأساس على الطبقة الوسطى التي سينحدر الكثير من أوساطها إلى الطبقة الفقيرة والمسحوقة. وإذا تركنا جانباً زيادة الطلب على الدولار وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأخير، فإن أحد الأسباب المهمة هو تهريب العملة الصعبة من خلال مبيعات البنك المركزي للدولار يومياً لأصحاب المصارف فيما يسمى المزاد اليومي للدولار تحت عنوان إنعاش السوق بالدولار، بزعم تثبيت سعر الدينار بحدود معينة، علماً بأن بعض التجار يقوم بشراء الدولار من البنك المركزي لحساب آخرين، جزء منهم يتبع للقوى السياسية المتنفذة. الكاتب يشير إلى أن معدلات الفقر في العراق ازدادت إلى مستويات مريعة، وتستمر التوقعات المتشائمة في ظل استمرار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وانكماش الاقتصاد، يضاف إلى ذلك استشراء الفساد المالي والإداري وغياب الخطط الاقتصادية العقلانية البعيدة النظر، ناهيك عن الترهل الوظيفي في أجهزة الدولة وعدم الشروع بتنمية القطاعات الإنتاجية المحلية وارتفاع نسبة البطالة. قبل أيام قليلة ليلة الخميس الجمعة تحديداً أصيب اللبنانيون مجدداً بالهلع. لقد سمعت أصوات صواريخ أطلقت من جهة البحر الأبيض المتوسط فوق العاصمة بيروت، ثم انعطف شمالاً مستهدفة منطقة مصياف في محافظة حما السورية. حازم صاغية يقول في صحيفة الشرق الأوسط: الحدث ليس جديداً، الخوف ليس جديداً، ليس جديداً أيضاً أن تصيب الصواريخ الإسرائيلية أهدافها في سوريا، ليس جديداً كذلك أن تعلن دمشق أنها تصدت وأسقطت وكبدت العدو الخسائر. صحيح أن حافظ الأسد كان يخوض حرباً مستحيلة بغيره يتلقى فيها الصفعات والإهانات، لكنه بعلاقاته العربية والدولية وبجيشه في لبنان وباستغلاله الغيابين المصري بسبب كامب ديفيد والعراقي بسبب الحرب مع إيران استطاع أن يقايض ويبيع ويشتري، فكان يحقق بين الفينة والأخرى هذا المكسب العابر أو ذاك. أما إيران فصحيح أن السياسات التي تتبعها عادت عليها بالإنهاك والإفقار والإهانات المتتالية، وآخرها اغتيال كبير قادتها العسكريين وكبير علمائها، لكن الصحيح أيضاً أنها فرضت نفسها طرفاً إقليمياً ذا أطماع ونفوذ في 4 بلدان عربية على الأقل. الكارثة الصافية هي حالة النظام السوري في سنوات بشار، حيث يصل انعدام مردود المقاومة إلى الذروة، مجرد البقاء على قيد الحياة هو المطلب الواحد الوحيد. المقاومة والصمود يستدرجانه إلى مواجهات لم تعد تقتصر على لبنان والفلسطينيين، ولا سيما وقد أخرجت قواته من لبنان. لقد صار هو نفسه معنياً على نحو مباشر لأنه يضرب في أرضه، وبالتالي صار مهاناً على نحو مباشر. في المقابل ليس قادراً بالمطلق على الاستثمار في شيء أو الاستفادة من شيء أو التعويل على شيء، حمايته تضمنها له روسيا وإيران وحزب الله. أما إسرائيل فلا يستبعد أن تعلن الجنوب السوري منطقة نفوذ لها.
الكاتب يقول إنه بلغة أخرى نحن أمام نظام عديم القدرات ومن ثم عديم الأهداف، لأجل البقاء المحض يبقى مستعدا للتضحية بكل شيء من أرض سوريا وكرامتها وشعبها، كل شيء مقابل لا شيء. قالت صحيفة الغارديان إن الدور العالمي لبريطانيا تقلص في ضوء خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتميز بالكثير من المهارات السياسية، إلا أن الدبلوماسية الدولية ليست من بينها، فأهم رصيد يملكه هو الجاذبية في إدارة الحملات المحدودة ثقافياً. ودعت الصحيفة الحكومة البريطانية لإعادة بناء التحالفات الاستراتيجية التي خربتها عبر الخروج من الاتحاد الأوروبي. الصحيفة لفتت إلى أن شخصية الرجل الأشعث الذي يطلق العبارات الطنانة موجهة إلى الجمهور المحلي، وهي صورة لا تصلح عندما تترجم في الخارج في المعترك الدولي، فالتردد بالظهور بمظهر الرجل الجاد تحرمك من الاحترام عاجلاً أكثر من حصولك على الحب. وكان هذا واحداً من الأسباب التي لم ينجح فيها جونسون بممارسة دوره كوزير للخارجية. والأمر الآخر أنه يكره خدمة أي شخص آخر سوى نفسه، ولم يتغير بعد تسلمه رئاسة الوزراء. وقالت الصحيفة إن هذه مسألة تعكس ضيق الأفق في سياسة المملكة المتحدة، فقد افتقر النقاش الداخلي باستمرار إلى منظور عالمي، وفشل في فهم تكلفة التنازل عن مقعد في القمم الأوروبية. والرأي القائل بأن عضوية الاتحاد الأوروبي ضخمت القوة البريطانية طغى عليه خطاب استعادة السيادة الأسطورية. وأوضحت الصحيفة أن الخطاب الوطني الضيق يناسب المصطلح السياسي لجونسون، فهو يتحدث عن لعبة جيدة عن بريطانيا العالمية والصناعات المتفوقة على العالم، لكن العالم الذي يشير إليه هو أداة بلاغية. وقالت الصحيفة إن العام المقبل سيجبر جونسون على مواجهة عواقب الألعاب التي كان يلعبها منذ عام 2016، حيث ستتولى المملكة المتحدة الرئاسة السنوية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه فقط في بريطانيا ينظر إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من منظور بطولي، لكن من الخارج بدا الأمر كحماقة هائلة وكعمل من أفعال إيذاء الذات الجيوسياسي. يتزايد القلق في أوروبا من الحصول على جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال موجة الشتاء، لكن إحدى المدن الألمانية قالت أنها وجدت حلاً لمنع ارتفاع معدل الوفيات دون إغلاق شديد القسوة. وتضررت مدينة توبينغن بجنوب ألمانيا بشدة من الفيروس في الربيع، لكن إجراءات سريعة اتخذتها وقتها كالاختبارات المتاحة على نطاق واسع ودعم مجانية سيارات لكبار السن حماية لهم من الاختلاط مع أشخاص آخرين في النقل العمومي، كما أن البلدة منعت السكان الأصغر سنا من التسوق بين الساعة 9 والـ11 صباحا لتجنب اضطرار كبار السن إلى الاختلاط بأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفيروس دون أعراض. كما قررت البلدة أسبوعا من الإغلاق دون مدن ألمانيا مع بداية الوباء، مع إغلاق المطاعم وجميع المتاجر غير الأساسية. وكلفت هذه السياسة الحاسمة البلدة 500,000 يورو تم تمويلها كلها من ميزانيتها. والآن إلى الكاريكاتور.
وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.